الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي زوج شباب، هناخد درس جديد في الجيومتريك، بنتكلم the length of the perpendicular from a point to a straight line. لو احنا عندنا نقطة point زي مثلا A، العرض بتاعها كان K و N، وعندي هنا straight line، عايز اجيب the length of straight line which drawing from a point to a straight line perpendicular، وعايز اجيب اللينس ده اقصده برمز D. كان عندي هنا الستريت لاين الايكويشن بتاعته AX plus BY plus C equals 0. هنا الديستانس بجيبها عن طريق ماجنتيود about AX plus BY plus C، هاجي الايكويشن دي واعوض مكان الاكس احط مكانها K، فتبقى AK plus BN plus C over square root of A power 2 plus B power 2. تمام؟ دي لو عندي بوينت في الايه؟ في بلين. طيب لو انا عندي بوينت في الكوردينيت، كوردينيت مثلا زي ده كده، بوينت كان ايه مثلا اكس وواي، وعايز اجيب الديستانس بتوين البوينت اند واي واي داش، واي واي داش. لو عايز اجيب ديستانس اللي هنا بجيب الابسولوت فاليو اباوت اكس، باوت اكس يعني بشوف الاوردر اللي عندي كان اكس وواي، عايز اجيب الديستانس بتوين البوينت اللي عندي دي والواي، فبشوف الديستانس قد ايه بتاعت الواي بتاعت الاكس واجيب الماجنيتيود بتاعها نفس الفاليو بتاعها. طيب لو عايز اجيب ديستانس بتوين البوينت اللي هي الاي والاكس، اكس داش، بجيب الاكس ابسولوت فاليو للواي الموجوده في الاكزامبل. طيب نشوف كده اول اكزامبل مع بعض. Question number 1: the length of perpendicular from a point negative 3 and 5 to y axis equal. دي نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه من شويه يا شباب، عشان اجيب ال distance between the point وال y axis بجيب ال absolute value لل x الموجوده. يعني انت عندك ال point كانت negative 3 و 5، الاوردر بتاعها negative 3 و 5، يعني مثلا وليكن هي negative 3 وهنا 5، ماشي؟ يبقى ال 5 يعني negative 3 وطلعنا ال 5. البوينت عندي نيجاتيف 3 و 5، ادي البوينت بتاعتي ماشي نيجاتيف 3 وايه و 5. عايز اجيب اللينث بتاع البربنديكولار فروم ا بوينت تو واي اكسس، واي اكسس كده، يبقى انا هشوف الاكس قد ايه. يعني ده خد بالك اللينس ده بارلل تو اللينس اللي هنا، يعني هنا 3 يونتس وهنا 3 يونتس، طبعا بناخدها بالبوزيتيف لان مفيش في لينس بالنيجاتيف. يعني فما يقول لك في الاكزامبل the length of perpendicular from the point to y axis، بتجيب الماجنتيود او الابسولوت فاليو للايه؟ للاكس الموجود. يعني انت عندك هنا النيجاتيف 3 هتبقى ايه؟ الماجنتيود بتاعها ب 3 يونت، يبقى اجابتك 3 يونت. هتاخدها بالبوزيتيف ما تاخدهاش بالنيجاتيف، تمام؟ لان مفيش لينس بالنيجاتيف، دايما بيكون بوزيتيف. نقول تاني يا شباب، لو احنا عندنا ركز معايا كده، الاكزامبل بتاع نمبر 1 the length of perpendicular from a point negative 3، البوينت اللي عندي negative 3 و 5، عايز اجيب الديستانس بين البوينت دي والواي اكسس. نعمل ايه؟ نجيب الابسولوت فاليو للاكس، خد بالك هنا اكس وهنا واي، انا عايز اجيب الديستانس بين البوينت دي والواي اكسس، بقى اجيب الابسولوت فاليو negative 3 فيطلع ريزلت 3 بمنتهى السهوله. ولو كانت طالب the length of perpendicular from a point to x axis، بنجيب الابسولوت فاليو للواي. يبقى دي إجابة السؤال الأول، هنختار 3 اللي هي لتر A، محدش يختارها بالنيجاتيف لأن مفيش لينس بالنيجاتيف، تمام؟ طيب السؤال ده هتكرر معانا نمبر 2، بس المرة دي عايزها 2x axis. بص كده، the length of the perpendicular from a point negative 3 and 5 نفس ال point 2x axis. طيب يبقى احنا نفس الكلام يا مستر، هنجيب الـ absolute value للعكس. يعني لو كان طالب يفهم الكلام، لو كان طالب اللينس to perpendicular from a point to x axis، بتجيب ال absolute value لمين؟ للواي اللي عندك، لان الاوردر بيكون x وواي، وبتجيب الماجنتيود للواي اللي عندك، فالبوينت كانت نيجاتيف 3 و 5، فلما نجيب للواي يبقى نيجاتيف، تبقى هنا اوريدي كانت 5، يبقى ال absolute value ل 5 تطلع بايه؟ ب 5. فهمتوا؟ لكن اللي فوق كانت الماجنتيود لايه؟ نيجاتيف 3 تطلع ب 3، لانه كان عايز في الاولى the length of perpendicular to y axis، هنا عايزها 2x axis، يبقى انا هاخد الماجنتيود بتاع الواي نديك 5. فهمت طبعا، وانا مثلتها على الكوردينيت عشان تبقى فاهم اكتر. طيب كويشن نمبر 3،
the length of the perpendicular drawn from the point the original point to straight line 3x minus 4y minus 15 equal 0 equal space. ده اول رول اشتغلنا بيه او شرحته في الاول خالص هنحل بيه دلوقتي اللي هو الرول الاول خالص. طب انا عندي بوينت وعايز اجيب الديستانس بين البوينت والستريت لاين، باخد البوينت دي اعوضها في الستريت لاين هنا، وبعدين بيطلع الريزلت بكام واجيب الايه الريزلت بتاعه بالبوزيتيف، لان الماجنيتيود ده يطلع الريزلت بالبوزيتيف، لان ما ينفعش اصلا لينس يطلع بالنيجاتيف يعني. فده فائدته ان هو يطلع لي الريزلت بالبوزيتيف على ديفايدد سكوير روت للاي باور 2 بلس بي باور 2. تعال نطبق بقى الكلام ده. هو بيقول لي هنا في كوشن نمبر 3 عايزين نجيب the length of perpendicular drawn from the original point اللي هي 0 0 يعني يا اولاد to the straight line اللي هي 3x minus 4y minus 15 equal 0. هنعمل ايه؟ هنفرض ان الديستانس دي بدي، يعني اقول له ان دي ايكوال ونشتغل عادي خالص يا شباب. هنعمل ماجنيتيود كده، تلاحظ الايكويشن دي جايه على الفورمولا مع يعني المظبوطه اهي يا شباب. يعني في اكزامبل يقول لك مثلا ايكوال 15 فلازم نعادلها، تبقى على الصوره العامه اللي هي اكس بي واي بلس سي ايكوال 0. فهي لازم اتاكد ان الايكويشن مترتبه بالمنظر ده. طيب تعالى اعوض كده، هنا تبقى بزيرو وهنا نكتب مكان الواي تبقى بزيرو، فيبقى نيجاتيف 15 اوفر سكوير روت نيجاتيف، هنا 3 تبقى باور 2 تبقى 9، وهنا النيجاتيف 4 باور 2 تبقى 16. يبقى انت بتاخد سكوير روت للاي باور 2 بلس بي باور 2، فيبقى الديستانس ايكوال 15 اوفر سكوير روت اوفر 15 اوفر سكوير روت اوف 25 ايكوال 15 اوفر 5 ايكوال 3 يونتس. يبقى الاجابه بتاعتنا 3 لينس يونت. يبقى انا هاخد 3 الكوتشن نمبر 3 اختار لتر سي. ماشي تمام كده يا شباب، فهمنا الخطوات. طيب الكوتشن اللي بعده نمبر 4، the length of the perpendicular drawn from the point 3 and 1 to straight line 4x plus 3y minus 5 equals 0. نفس الفكرة، هنشتغل بالرول عادي خالص اللي احنا عملنا بيه. هذا الكوتشن بتاعنا اهو اللي هو نمبر 4، وانا عايز اجيب الديستانس من البوينت اللي عندي اللي هي الاوردر بتاعها 4، الاوردر بتاع نمبر كوتشن نمبر 4. احنا في كوتشن نمبر 4 البوينت بتاعتنا كانت 3 1، ركزوا كده معايا يا شباب، اكتبوا معايا البوينت كان الاوردر بتاعها 3 1، وانا عايز اجيب الديستانس بين البوينت والستريت لاين. الايكويشن بتاعته كانت 4x بلس 3y ماينس 5 ايكوال 0. تمام، هتعمل ايه؟ هتعوض بقى بالقانون عادي خالص وتشتغل، تقول له ايه ان الديستانس دي ايكوال، اعمل علامه الماجنيتيك كده معايا، عوض بقى 3 حطها مكان الاكس، يبقى 3 تايمز 4 ايكوال 12، وهنا 1 تايم 3 ايكوال 3 ماينس 5 اوفر سكوير روت، هناخد 4 باور 2 ايكوال 16 و 3 باور 2 ايكوال 9، فيطلع الريزلت معانا هنا 12 بلس 3 15 ماينس 5 ايكوال 10 اوفر 25. هنا من ديفايدد باي 10، فيبقى عندك هنا تمام. يبقى الريزلت بتاعنا ايه يا اولاد؟ تاني 10 over 25 square root of 25 اللي هي 5، 10 over 5 equal 2. اختار الإجابة بتاعتك تطلع طول question number 4. question number 5، the length of perpendicular drawn from the point 0 and negative 4 to the straight line x plus 5 equal 0. طيب تعالى برضو نشتغل عادي خالص بالرول. عندك 0 نيجاتيف 4 دي البوينت، وعايزين نجيب الديستانس تو الستريت لاين بتاعنا. الايكويشن بتاعته x بلس 5 ايكوال 0. طيب طبعا انت ممكن تحل الاكزامبل ده بالنظر كده، او ممكن انت تحله بالخطوات. تعال احله بالخطوات واقول لك اتحل ازاي بالنظر، ازاي تجيبه يعني. طيب بص معايا، انت دلوقتي عندك البوينت موجوده، عوضها في الايكويشن، يعني الديستانس اللي عندك انت عايز تجيبه ايكوال اهو زي ما انت متعود. تعوض تبقى هنا ب 0 0 بلس 5، لان مفيش واي تعوضها بالنيجاتيف 4 على سكوير روت اي باور 2 اللي هي 1، ومفيش هنا واي يبقى 0، فيبقى 5 اوفر 1 تطلع بايه؟ ب 5، يبقى الديستانس 5. طب لو حبينا نحلها كده بالنظر ازاي؟ انت بتشوف الاوردر بتاعك اللي هو 0 ونيجاتيف 4 اهو، دي 0 ونيجاتيف 4 ادي البوينت اللي هي 0 ونيجاتيف 4، و x بلس 5 ايكوال 0 اللي هي x ايكوال نيجاتيف 5، النيجاتيف 5 اهي تمام. فبتعمل ستريت لاين عندها كده،
فانت عشان تجيب الديستانس ده اهو، يبقى الديستانس قد ايه ب 5. الديستانس هو اللاينز، المسافه اللي بين الستريت لاين والواي اكسس، لان البوينت دي لايز ان ذا واي اكسس، يبقى الديستانس ده 5 يونتس. تمام، يبقى اجابتك سي ليتر 5 كوتشن 5 هتختار ليتر 3. اوكي تمام. كوتشن نمبر 6، the length of the perpendicular drawn from the point 1 and 1 to straight line whose equation x plus y equals 0. 1 and 1 وعندي straight line تاني كان x plus y equals 0، وانا عايز اجيب الديستانس ده كام؟ افرض ان هو ب دي وعوض اعمل ماجنتيود عوض، يبقى هنا 1 plus 1 equals 2. تمام، وهنا تحت يا ولاد في الدينوميتور الروت اوف 1 باور 2 equals 1 بلس 1 باور 2 ايكوال 1 هتطلع 2 اوفر روت 2 اللي هي روت 2، يبقى الريزلت عندي هيطلع روت 2. الديستانس روت 2، اجابتك بي كوتشن 6. اوكي فهمنا يا شباب؟ طيب الكوتشن اللي بعده كوتشن نمبر 7، the length of the perpendicular drawn from the original point to straight line r ايكوال 1 and 2 بلس k multiply 4 and 3 ايكوال. طيب لازم نحول يا ولاد الكوتشن اللي عندنا للكوردينيت، احنا متعودين طبعا الكلام ده وشرحناه قبل كده. انت عندك في كويشن نمبر 7 ال r 1 and 2 يعني straight line path through the point 1 and 2 and slope was 3 over 4 because u was 4 and 3. تمام، يبقى انت هتلاحظ ان سلوب اللي هو الام ايكوال سلوب اللي هو الام يا ولاد، بنجيب y over over x. اوكي يعني بنجيب ال y اللي هنا over x 3 over 4. تمام، طب انت عايز تعمل ايكويشن هتعملها ازاي؟ تقول والله x subtract y subtract over هنا طبعا تاني يا ولاد y subtract مين؟ خد بالك معايا البوينت هنا 1 و2، يبقى هنا x وهنا y، يبقى y minus 2 over x minus 1 equal 3 over 4. وتصفي الاكزامبل بقى تحوله للصوره اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي x plus b by plus c equal 0. لازم تجيب يعني الاكس والواي وكونستنت في نفس الايه ديستانس او نفس ايه نفس السايت عشان تقدر تعوض وتشتغل في الرول بتاعنا. تمام، فانت هنا هتفك ال 3x minus 3 equal 4y minus 8، يعني تقول 3x minus 4y plus negative 8 تعدي تبقى بوستف، يبقى 8 minus 3 equal 5. دي الايكويشن بتاعتك اهيت. تمام، عاد بقى الديستانس فروم ذا بوينت اللي هي الاوريجينال بوينت يا اولاد، اوريجينال بوينت يعني عايزين نجيب من 0 0 الى الستريت لاين الايكويشن بتاعته اللي احنا طلعناها 3 اكس بلس 3 اكس ماينس 4 واي بلس 5 ايكوال 0. هنفرض ان الديستانس عندك بدي ونعوض عوض ب 0 تبقى دي ب 0 وهنا دي ب 0 كمان لانها اختفت، يبقى 5 اوفر سكوير روت للاول 3 باور 2 ايكوال، هتبقى 3 باور 2 ايكوال ايه يا ولاد؟ 9، هنا 9 بلس هنا 16 يبقى 25 سكوير روت 25 ب 5، 5 ديفايد 5 ايكوال 1، يبقى الحل بتاعك تاخد 1 اللي هي ليتر دي لكوتشن 7. تعالوا نشوف كوتشن اللي بعده 8، يقول لي هنا في كوتشن 8 في كان في نيجاتيف في الاكزامبل. كوتشن 8، the length of the perpendicular from the point 0 and 2 to a straight line r equal 2 and 1 plus k multiply 3 and negative 4. هنا لازم نحول يا شباب من فيكتور للكارتيزيان، يعني اقول y minus 1 over x minus 2 equal negative 4 over 3. نعمل كروس يبقى negative 4x plus 8 equal 3y minus 3، يعني 3y هتبقى عكس الساين تبقى plus 4x minus 11 equal 0. يبقى دي الايكويشن بتاعتنا. نجيب بقى الديستانس اللي عندنا اهو، نعوض بالبوينت هنا فتبقى الاكس كتبنا مكانها 0، خد بالك ما تجيش تعوض في الواي، لما تيجي تعوض الاولى اكس تحطها مكان الاكس عشان كتير بتسرع وتلخبط يكتب ده مكان الاول، لا انت عندك الزيرو تحطها مكان الاكس فتبقى دي بزيرو، وهنا 2 تايمز 3 تبقى 6 اهي ماينس 11 اوفر سكوير روت
9 اللي 3 باور 2 تبقى ب 9 وهنا 4 باور 2 16 فيبقى عندك هنا 6 ماينس 11 بنيجاتيف 5 السكوير الماجنتيود بتاعها ب 5 وهنا تطلع ب 25 يعني تطلع 5 اوفر 5 تطلع ب 1 الديستانس بتاعنا ب 1 الكوشن كوشن 8 كوشن نمبر 9 بسم الله ركزوا معايا كده كوشن نمبر 9 ركزوا يا شباب عشان الاشارات بتفرق طبعا لو في اشاره غلط بتوقع لنا المساله فحاولوا ركزوا معايا وانا بشتغل عندنا هنا البوينت كانت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 تمام يا شباب وعايز اجيب الديستانس بتوين البوينت دي والستريت لاين اللي هو الار كانت ايكوال 3 و0 بلس كي ملتبلاي 6 و8 تمام يا شباب اشتغلوا معايا بالورقه والقلم تمام الديستانس الموضوع بسيط جدا وسهل وممتع عوض كده ها النيجاتيف 2 تقدر تعوضها في اكس هنا موجوده لا يبقى لازم تحول الايكويشن دي الاول بالكارتيزيان ازاي يا مستر بطريقه بسيطه خالص نقول له y ماينس تيجي دي البوينت اهي تقول y ماينس 0 اوفر x ماينس 3 ايكوال 8 اوفر 6 بس شوف الموضوع سهل جدا تعمل كروس فتبقى 8x ماينس 24 بنعمل 8 تايمز هنا وتايمز هنا توزعها على الديستريبيوشن 6 تايمز y ب 6y و6 تايمز 0 0 ما تتكتبش الايكويشن هي هنعدلها بس هنجيب كلهم في نفس الايه الطرف طيب يبقى عندك يا حبيبي بص كده هنكتبها نقول 8x بص كده 8x اهي وهيجي لها 6y بعكس الساين تبقى نيجاتيف 6y وهنا نيجاتيف 24 ايكوال 0 ممكن تبسطها او تسيبها زي ما هي لو انت متلخبط سيبها زي ما هي وعوض عادي مفيش اي مشكله ماشي عوض كده نيجاتيف 2 عوضها هنا تبقى نيجاتيف 16 وهنا نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف يبقى بلس 24 بلس ماينس 24 فده يروح معايا يا مستر فيبقى ايه نيجاتيف 16 الماجنتيود بتاعه يطلع ب 16 اهو اوفر سكوير روت 8 باور 2 64 بلس 6 باور 2 يكوال 36 100 السكوير روت بتاعه ب 10 فيبقى هات لك ايه 1.6 الحل بتاعك يبقى 1.6 اللي هو الديستانس 1.6 لينس يونت اوكي سي فيري ايزي تمام يا شباب لازم تحلوا بايديكم عشان نمبر 10 يلا مع بعض كده عشان ان شاء الله نخلص كل التمارين باذن الله كل الاكزامبل هنحلها باذن الله كوتشن نمبر 10 ذا لينس اوف ذا بيربنديكولار درون فروم ذا بوينت نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 5 اون ذا ستريت لاين ال اكس ايكوال نيجاتيف 2 بلس 4 كي واي ايكوال نيجاتيف 3 كي جالها في الباراميتر مفيش مشكله فاحنا نقدر هنحولها برضو بنفس الطريقه تعالى كده نشتغل عندك هنا البوينت كانت نيجاتيف 2 و نيجاتيف 5 at a point y سيب الديستانس بين البوينت و ذا ستريت لاين جابها يا مستر بالايه بالدلاله البارامتر يبقى الكي اكس ايكوال نيجاتيف 2 بلس 4 كي وهنا الواي ايكوال نيجاتيف 3 كي بص معايا هنعملها ازاي لو انت عايز تحولها للكارتيزيان مفيش مشكله نحول الاول الفيكتور عشان تبقى فاهم البوينت دي تبقى البوينت بس هنا كان في زيرو يا اولاد كان في هنا زيرو متضاف مش موجود يعني فاهمين؟ فلما تيجي تكتب البوينت بتكتب الاكس اللي هي نيجاتيف 2 والزيرو اهو تقوم كاتب كي بره وتكتب هنا ال 4 شايفها؟ دي بتاعت الاكس والنيجاتيف 3 تبع الواي معنى الكلام ان احنا نقدر نطلع هنا الاستوب شفت الموضوع بسيط ازاي؟ بناخد النيجاتيف 2 والزيرو دي البوينت وبنكتب كي هنا وبناخد الكوفيشن بتاعها وهنا يتكتب ويبقى 4 نيجاتيف 3 ليه؟ عشان نطلع السلوب اللي هو ام يعني ده السلوب والنيجاتيف 3 اوفر 4 ده السلوب بتاعها وعندنا البوينت هنا ده حواليه كارتيزيان نقول له y ماينس 0 اوفر x ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4 ونعمل كروس 4y ها ايكوال نيجاتيف 3x نيجاتيف 6 تمام فيبقى عندك 4y هيجي لها 3x بعكس الساين اهو بلس وهنا بلس 6 ايكوال 0 دي الايكويشن بتاعتنا بعد ما حولنا الايكويشن نقدر نجيب بقى الديستانس ماجنتيود بتاعي نجيب البوينت نعوضها نيجاتيف 2 مكان الاكس هنا يبقى نيجاتيف 2 ونكتبها مكان الاكس يبقى هنا نيجاتيف 6 وهنا النيجاتيف 5 مكان الواي تبقى نيجاتيف 5 تايمز 4 بنيجاتيف 20 بلس 6 اوفر سكوير روت هتاخد 4 باور 2 ايكوال 16 3 باور 2 ايكوال 9 تطلع هنا 5 نيجاتيف 6 مع البوزيتيف 6 يبقى هنا 20 ديفايد باي 5 ايكوال 4 يبقى ديستانس 4 لينس يونت 4 لينس يونت الايكويشن 10 هناخد الاجابه بتاعتنا لتر سي اوكي
كوتش اللي بعده 11 ذا ديستانس بين بوينت 1 اند 5 تو ستريت لاين باث ثرو ذا بوينت 5 اند 8 3 1 و 0. طيب انت عندك البوينت كانت 1 و 5، عايزين نجيب الديستانس بين البوينت الستريت لاين اللي هو باث ثرو كان في بوينت هي 5 ونيجاتيف 3 ده بوينت الاولى، والبوينت الثانيه كانت 1 و 0. يبقى انت لازم تجيب هنا الكارتيزيان او الستريت لاين كوشن بتاع الستريت لاين والباث ثرو 5 ونيجاتيف 3 1 و 0. يبقى انت هتقول هنا واي ماينس ماينس 3 تبقى بلس 3 على اوفر اكس ماينس 5 ايكوال 0 اوفر نجيب الستوب يبقى هو 5 هنا ناخد 0 ماينس ماينس 3 تبقى ب 3 تمام اوفر 1 ماينس 5. يبقى انت عندك هنا y بلس 3 اوفر x ماينس 5 ايكوال 3 اوفر نيجاتيف 4. هنعمل كروس تبقى نيجاتيف 4y نيجاتيف 12 ايكوال 3x ماينس 15. عملنا كروس يا شباب. بعد كده نيجاتيف 4y هنوديها الناحية التانية بيقول لك 3x بلس 4y هنا ال 12 بيتعدي لنيجاتيف 15 يعني نيجاتيف 15 بلس 12 فيبقى طبعا كل ده بزيرو. احنا وديناه ودينا دول الناحيه الثانيه، ركز معايا كده نيجاتيف 4 اهي y احنا ودينا العكس يا ولاد ودينا ده الناحيه الثانيه، ركز معايا كده 3x اهي بلس 4y نيجاتيف 15 بلس 12 يبقى 3x بلس 4y ماينس 3 ايكوال 0. دي الايكويشن بتاعتنا اهي. خلاص انت حولتها، تعالى بقى هات الديستانس يا بطل القانون بتاعك الجميل البسيط. هنا نعمل ماجنيتيود اهو، عوض بقى مكان الاكس ب 1 تبقى 3 ومكان الواي ب 5 تبقى 20 وهنا نيجاتيف 3 زي ما هي اوفر سكوير روت الاول تبقى 9 اوفر 2 والثاني 4 بار 2 16. هنا 3 تروح مع نيجاتيف 3 تبقى 20 اوفر 5 ايكوال 4 يبقى الديستانس 4 لينس يونت. فور لينس يونت يبقى ده كوتشن مين؟ كوتشن 15، لا مش كوتشن 15 كوتشن 11، ده كوتشن 11 يا شباب اللي احنا بنحله. تمام كوتشن 11 اللي احنا بنحله اجابته هتختار 4 اللي هي لتر سي يعني. تمام كوتشن اللي قبليه 10 كان برضه طالع 4. تمام طيب تعالوا نكمل الكوتشن اللي بعده كوتشن 12 the distance between point and the straight line passing through two point خد بالك ولا انت عايزين تجيب بوينت اللي هي 1.5 الديستانس بين البوينت دي ومين تاني والستريت لاين اللي هو passing through البوينت اللي عندي اللي هي كانت 2 ونيجاتيف 3 and the vector was 2 and negative 1. تمام فاحنا حولناها للصوره اللي هي الفيكتور. تمام تعال نحولها كارتيزيان بقى عشان نقدر نعمل الايكويشن بتاعتنا ونشتغل عادي. تمام هتقول والله y ماينس ماينس 3 تبقى بلس 3 اوفر x ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2 ونعمل كروس هيبقى 2y بلس 6 ايكوال نيجاتيف x بلس 2 يعني 2y بلس x بلس 4 ايكوال 0. تمام وديناهم عكس الساين الناحيه الثانيه. تعالى بقى نجيب الديستانس بتاعنا نعمل الماجنيتيود بتاعنا اهو نعوض هنا مكان الـ x بـ 1 ومكان الـ a الـ y بـ 5 يبقى 2 times 5 بـ 10 بلس 1 بلس 4 over square root الأول باور 2 4 والتاني باور 2 تبقى 1. هنا 10 11 14 10 و 1 11 11 و 4 15 over square root الـ a الـ 5 تعمل multiply root 5 عشان تحولها لازم الدنوميتور يبقى هو النمبر يعني فيبقى عندك هنا root 5 times root 5 بـ 5 وهنا 15 و 5 15 divided by 5 equals 3 يبقى result 3 root 5 3 root 5 اوكي هتاخد 3 root 5 اللي هي letter C لكوشن 12. ننتقل لكوشن 13 in the triangle ABC جاب لي ال A ب 3 و 7 وال B كانت 7 و negative 1 وال C order بتاعها C 3 و 2 then the length of two the perpendicular drawn from A to BC equal. يعني انت مثلا عندك triangle كده اللي هو ال A B C هو عايز يجيب from A to B C عايز يجيب ال distance ده قد ايه. فانت هتجيب ال order بتاعك تكتبه كده في الرسمة هنا 3 و 7 اللي هي ال A وال B كانت 7 و negative 1 مثلا يعني يا ولاد شكل كده ايه
بسيط. طبعا الارقام ممكن تكون الشكل مش حقيقي كده، ولكن احنا بنمثل يعني تراينجل والبوينت وبالمنظر ده، يطلع بالمنظر ده مثلا يعني ايه في روتيت طبعا في الحقيقه او حاجه، فده شكل قدامنا معدول عشان يسهل لنا الحل، يعني بنبسط الامور في الحل. تمام. فانت عندك البوينت A كانت 3 و7 هنا، والبوينت B كانت 7 نيجاتيف 1، وعندك C كانت 3 و2. انت عايز تجيب ايه بقى؟ The lines of perpendicular drawn from A to BC. نفس الفكرة يا مستر، لازم نجيب الستريت لاين بتاعت سي بي ايكويشن بتاعتها ونشتغل بالرول عادي. طيب دي بسيطة يا ولاد، بنقول له y minus 2 over x minus 3 equal negative 1 minus 2 اهو over 7 minus 3، يبقى negative 1 minus 2 over 7 minus 3، يبقى هنا y minus 2 over x minus 3 equal negative 3 over A 4. هنعمل كروس negative 3 times x negative 3x plus 9 equal 4y minus 8. يعني يا ولاد 4y اهي plus 3x، ودي ال x بعكس الساين هنا، ونيجاتيف 8 ودي لها 9 بنيجاتيف، تبقى 9 نيجاتيف 9 ونيجاتيف 8 ونيجاتيف 16 17. ماشي، يعني نيجاتيف 8 نيجاتيف 9 نيجاتيف 9 نيجاتيف 17. تعالى بقى هات الديستانس بتاعتك انت عايز تجيبها، عوض في الرول بقى زي ما احنا متعودين اهو، نعوض هنا بال 3 مكان الاكس والواي ب 7، يبقى 4 تايم 7، حط الواي هنا 4 تايم 7 ايكوال 28، وهنا الاكس 3 تايم 3 ايكوال 9، وهنا نيجاتيف 8 17 اوفر السكوير روت 4 باور 2 16 و 3 باور 2 ايكوال 9، يبقى هنا تطلع 5. هنا 28 بلس 9 ماينس 17، 28 بلس 9 ايكوال 37، ماينس 17 ايكوال 20، 20 ديفايد باي 5 ايكوال 4، يبقى لينس ايه؟ يونت. يبقى الديستانس طلع ب 4 لكويشن اللي احنا بنحله يا ولاد دلوقتي 13. تمام كده؟ طيب الكويشن اللي بعده 14، ان ذا جيفن فيجر ستريت لاين 3x بلس 4y بلس 9 ايكوال 0 از ا تانجنت تو ذا سيركل ام وير ام 1 0 1 and 2 then the radius of the circle equal a radius بيكون perpendicular to the tangent. طالما perpendicular يبقى احنا هنجيب ال distance between the point 1 و 2 ويكون هي دي ايه ال radius. تمام. انت عندك ال equation هنا كانت 3x plus 4y plus 9 equal 0. تمام. يبقى r equal magnitude about، هنعوض يا ولاد هنا تبقى 3، ونعوض مكان الواي ب 2 تبقى 8، وهنا بلس 9 اوفر سكوير روت 1 بلس 4، سوري هنا 3 باور 2 ايكوال 9، نجيب باور الاول والباور الثاني تبقى 16 برضو. تمام. بنجيب سكوير روت ال a باور 2 وال b باور 2، اوكي، فيطلع هنا بايه ب 5. 3 بلس 8 طبعا هيبقى 20 كله، هنا 11 بلس 9 20 ديفايد باي 5 ايكوال 4، يبقى radius لينس يونت 4 لينس يونت، اوكي، يبقى لتر سي. تعال نشوف كويتش اللي بعده 15. The area of the circle with center 4 and negative 1 touching and it touches the straight line r، برضه نفس الفكره، انت عندك سيركل وفي هنا تانجنت اهو، وعايز تجيب الريديوس عشان لما تيجي تجيب الريديوس تجيب الاريا. الاريا عباره عن باي r باور 2 بالنسبه للسيركل، هو عايز الاريا للسيركل، فانت لو جبت الريديوس تعوض عنها وتطلعها. يبقى نجيب الريديوس ازاي؟ لاحظ ان الريديوس بيكون بيربنديكولار تو تانجنت از ايه؟ ذا بوينت، البوينت اللي هي تانجنت اللي عندي بيكون بيربنديكولار عليها، اللي هي 4 وكام السنتر كان 4 ونيجاتيف 1، وعندنا الار كانت ايكوال 1 اند 1 بلس كي ملتبلاي 12 اند 5. هنحولها للكارتيزيان، يبقى نقول واي ماينس 1 اوفر اكس ماينس 1 ايكوال السلوب اللي هي 5 اوفر 12. يبقى نعمل كروس، يبقى 12y minus 12 equal 5x minus 5. يبقى انت عندك هنا تقول 12y هتجيب لها negative 5x، ونيجاتيف 12 هتجيب لها 5 equal 0، يبقى 12y minus 5x negative 7 equal 0. دي الايكويشن بتاعتنا اللي هنجيب الديستانس بتاعتها، هنقول له والله الديستانس equal نعمل magnitude وناخد السكوير روت، ناخد البوينت يا مستر، بس ناخد بالنا المبادئ بواي، هعوض اهو دي اكس ودي واي، عشان كتير بيقع في الحته دي يبقى تعبان في المساله ويعوض يعوض غلط. لا ما تركز كده، شوف الواي الاول اهي، يبقى 12 في الواي، واي نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 12 اهي،
والاكس كانت بيفور يبقى نيجاتيف 20 اهي وهنا نيجاتيف 0 اوفر هتاخد الاول باور 2 تبقى 144 والثانيه باور 2 تبقى 25 نيجاتيف 12 و20 و7 هنا دول مجموعهم بكام؟ تعال نجمع دول تبقى نيجاتيف نعمل اد يعني تبقى نيجاتيف 32 بلس 7 تبقى نيجاتيف ايه 39 نيجاتيف ايه 39 صح كده يا اولاد تمام وهنا 169 يبقى هنا 13 يعني 39 اوفر 13 هتديك 3 لينس يونت اوكي هتختار 3 لينس يونت للكوشن 15 خلاص بس استنى ده هو عايز ايه ده عايز الاريا يبقى ده الراديوس مش انت جبت الراديوس تعالى هات الاريا بقى اللي هي باي ار باور 2 يبقى الاريا ايكوال باي ملتبلاي الار باور 2 الار كانت ب 3 يبقى 3 باور 2 ايكوال 9 يبقى الاريا بتساوي 9 باي اللي هي لتر بي اجابتك لتر بي للكوشن 15 الحلو ده اللي على الشاشه بيج 180 في المعاصر يا ولاد كتاب المعاصر دي تمرين كتاب المعاصر على ليسون اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو ايه بيتكلم عن الديستانس بتوين بوينت اند سليت لاين اوكي معايا كده طبعا متابعين من الاول طيب وصلنا لكويشن 16 the distance between the straight line whose equations r y equal to 3 equal 0 and y plus 2 equal 0 طبعا يا اولاد مساله مباشره من غير اي حاجه خالص دي من اعدادي يعني خدناها في بريب 3 لما يكون عندك ايكويشن الاولى بص يا ابطال كده y minus 3 equal 0 دي معناها y equal 3 y equal ايه 3 فانت بتيجي عند ال 3 هنا وبتعمل ايه straight line كده parallel to x x dash تمام والستريت لاين الثانيه اللي هي y بلس 2 ايكوال 0 يعني y ايكوال نيجاتيف 2 نيجي عند النيجاتيف 2 هنا ونعمل الستريت لاين كده فدي الايكويشن الثانيه اللي هي y ايكوال نيجاتيف 2 دي الايكويشن الاولانيه والثانيه فالديستانس بينهم قد ايه المسافه دي قد ايه دي يا مستر كانت من اول اوريجينال بوينت هنا كانت ب 3 ودي الديستانس كان ب 2 محدش يقول لي نيجاتيف 2 بقى لان مفيش ديستانس من نيجاتيف فالديستانس بتوين زين الستريت لاين الاول والثاني تجمع دول مع بعض يبقى 3 بلس 2 ايكوال 5 بس اجابتك 5 خلاص عشان ما تتلخبطش في السؤال في مسائل ما بتحتاجش قوام مسائل عايزه فهم في المساله بس وحل تمام بتختار لتر دي طيب ايه الكوشن اللي بعده اللي هو 17 هنا بيقول لي ايه ذا ديستانس بتوين تو ستريت لاين ار ايكوال اند انا جبت ايكويشن برضه نفس الفكره وعايزين نجيب الديستانس بصوا يا شباب عشان يبقى عندك تو ستريت لاين مثلا ستريت لاين وستريت لاين تاني مثلا وعايز تجيب الديستانس بتوين الاول والتاني بتاخد اي بوينت على الستريت لاين الاولاني وتعوضها في الاستريت لاين التاني بس خد بالك التاني بتخليه لازم في صوره الكارتيزيان يعني ما تيجي تشتغل خلي ده هنا اللي هو 6 اكس بلس 8 واي ماينس 9 ايكوال 0 تمام وشوف الار اللي هي الايكويشن اللي عندك بوينت من عليها ما هي البوينت موجوده اصلا لاحظها اللي هي نيجاتيف 1 و0 دي البوينت الموجوده دي البوينت يا اولاد الموجوده على الستريت لاين انا هعوض هسقط منها على الايه على الستريت لاين التاني تمام يبقى انت عندك الار كانت جايه في صوره الفيكتور اللي هي بلس كي ملتبلاي 4 اند نيجاتيف 3 تمام مالكش دعوه بقى بالاستوب اللي هنا انت عايز ايه عايز بوينت عشان تعوضها في القانون بتاع الديستانس عشان تطلعها فانت البوينت موجوده طيب بسيطه خالص هم عاملين ايه معوضين بالبوينت نيجاتيف 1 مكان الاكس تبقى نيجاتيف 6 والزيرو مكان الواي دي تتكنسل بقى نيجاتيف 9 اهي هنا ايه 6 باور 2 اللي هي 36 و 8 باور 2 ايكوال 64 فيطلع تحت ب 10 وتحت وفوق هنا في النيوميريتور نيجاتيف 6 ونيجاتيف 9 ب 15 لان النيجاتيف الماجنتيود هيشيلها بيطلع 1.5 يبقى الديستانس بيطلع 1.5 اللي هي 3 اوفر 2 لينس يونت اوكي كده فهمنا تمام ها يلا بقى نشوف اللي بعدها كوتشن 18 هنا ذا ديستانس بتوين برضه تو ستريت لاين شاي يا مستر طيب خد بالك من حاجه في المساله اللي معانا اللي هي 18 هو ما جابش بوينت الاولاني ولكن انت تقدر تجيب اي بوينت انت عايزها اللي الستريت لاين عليها عدد لا نهائي من البوينت يعني عدد هنا يعني انفينيتي بوينت بصوا يا شباب طب هنعمل ايه بس عشان نجيب بوينت بسيط عوض بس مكان الاكس باي رقم اي زيرو مثلا وهتطلع الواي لان انت لما تعوض باكس هتطلع الواي فانت جبت نقطه تقدر تجيب الديستانس بتوين البوينت دي والستريت لاين دي تعالى كده الايكويشن الاوليه كانت 3 اكس ماينس 4 واي بلس 20 ايكوال 0 دي الايكويشن الاولانيه والايكويشن الثانيه للستريت لاين الثاني اللي هي كانت 3 اكس ماينس 4 واي بلس 10 ايكوال 0 تمام انت محتاج بوينت على الستريت لاين الاولاني ده اهو ده كان ال1 وده كان ال2 انت محتاج بوينت هنا بسيطه عوض مكان الاكس ب 0 في الايكويشن ده اهي حط كده الاكس ب 0 فتبقى ال4 بكام؟ نيجاتيف 4 تايمز واي بلس 20 ايكوال 0 ركز كده معايا لو عوضنا مكان الواي ده ب 5 هيبقى نيجاتيف 4 تايمز 5 بنيجاتيف 20 بلس 20 ايكوال 0 فالواي هتبقى 5
تاني يا شباب لما اعوض مكان الاكس بزيرو هنا اقدر اطلع الواي من هنا. ممكن طالب يعملها ايكويشن يقول لك هودي تولي من الناحيه الثانيه بعكس الساين، تبقى نيجاتيف 20 ديفايدد باي نيجاتيف 4 تطلع ب 5. اي طريقه عادي، المهم تطلع تعوض وتطلع يعني ايه الواي بتاعتك. خلاص انت دلوقتي جبت البوينت، خلاص جبت البوينت يا مستر، وعندي الستريت لاين اشتغل عادي عشان اجيب الديستانس. اقول له ايكوال اعمل ماجنيتو بتاعي وعوض بالبوينت مكان الاكس ب 0 ودي تختفي، ونيجاتيف 4 تايمز 5 نيجاتيف 20 بلس 10 اوفر سكوير روت 3 باور 2 ايكوال 9 و 4 باور 2 ايكوال 16. يطلع هنا ب 5 وفوق تطلع بنيجاتيف 10، الابسولوت فاليو بتاعه ب 10 ديفايدد باي 5 ايكوال 2. يبقى لينس يونت 2، لينس يونت يا اولاد اللي هو مين؟ الديستانس بين بتوين تو ستريت لاين. يبقى الموضوع بسيط جدا، بتجيب اي بوينت على الستريت لاين وتجيب الديستانس منها وبين الستريت لاين عشان اللي بيتلخبط في المسائل. لا الموضوع سهل جدا، انت القانون تبقى حافظه وبتعوض بقى تدور على بوينت مش موجوده، هات اي واحده اي بوينت هتجيبها هتنفع معاك. ممكن طالب يقول لي طيب انا هعوض مكان الواي بزيرو عادي، هتطلع حاجه بس هتبقى فريكشن. فانت لما تيجي تعوض يعني حاول تبقى يعني النمبر بتاعك مش 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 ديسيمال ولا فريكشن عشان ما يصعب عليك. الموضوع بس تحط مكان اكس بزيرو هيطلع لان التوني كان ديفايد باي 4 بس. بس تمام، هذا كويشن 18. تعالوا نشوف كويشن 19 يا ابطال، يلا معايا كده. يلا يا شباب كويشن 19، ذا ديستانس بتوين تو ستريت لاين يا مستر، جاب لي برضه تو ستريت لاين الار كانت ايكوال يا مستر 2 0 بلس كي 12 اند نيجاتيف 5، والستريت لاين الثاني برضه يا مستر كان جايبها في الصوت الفيكتور اللي هي 4.6 اند 0، دي البوينت يا مستر اللي عليها، وهنا كي ملتبلاي 12 اند نيجاتيف 5. لاحظوا هنا يا اولاد ان السلوب زي السلوب، لو ملاحظين هنا السلوب نيجاتيف 5 و 12، السلوب والسلوب يعني هما الاثنين بيرلل تمام، يعني الاثنين دول ايه بيرلل تمام. انت تقدر طبعا عندك بوينت موجوده اهي، وهنا تقدر تعمل ايكويشن للستريت لاين ده وتعوض وتشتغل عادي. يعني ده هتحوله من الفيكتور للكارتيزيان، هتحوله كارتيزيان يا مستر واي ماينس 0 اوفر اكس ماينس 4.6 ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2. تعالى نعمل كروس بقى ونصفي، يبقى 2y ايكوال لان 2 تايم 0 ب 0 نيجاتيف 5x بلس هنا 5 تايم 6 ايكوال 30 0 اند كير اب 3، اعمل 5 يعني تايمز 4.6 5 تايم 6 ب 30 0 اند كير اب 3 4 تايمز 5 ب 20 20 بلس 3 اللي هي 23. يعني طلع الريزلت ايه؟ 2y بلس 5x ماينس 23 ايكوال 0 اهو. ادي الايكويشن يا مستر، خلاص الموضوع بسيط جدا. هات بقى الديستانس عندك البوينت اهي اشتغل عادي. ادي الديستانس بتاعتنا ايكوال، نعمل الماجنيتيود ونعوض بالبوينت 2 اللي كانت اكس والواي مكانها بزيرو، دي خلاص راحت. ونعوض هنا يا شباب بقت 2 تايمز 5 ب 10 10 ماينس 23 هنا واي ماينس 0 اوفر اكس ماينس 4.6 ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 12 اللي هي السلوب. يعني عملنا كروس نيجاتيف 5 تايمز اكس نيجاتيف 5 اكس نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 4.6 اللي هي بوزيتيف 23 12 تايمز واي ب 12 واي ماشي، يبقى 12 واي بلس 5 اكس ماينس 23 ايكوال 0. الديستانس هناخد البوينت بقى نعوض مكان الاكس ب 2 مكان الواي ب 0 فدي اتكنسلت، فبقت عندك 2 تايمز 5 ب 10 ماينس 23 هيديك نيجاتيف 16 الماجنيتيف بتاعها 13 اوفر 12 باور 2 144 و 5 باور 2 25 يطلع عندك 13 ديفايد باي 13 ايكوال 1 لينس يونت. يبقى الديستانس طلعت ايه؟ 1 لينس يونت لكويشن 19، تختار ليتر ايه. الكويشن اللي بعده وصلنا لكويشن 20. If the lens of the perpendicular drawn the point 2 and k عندك بوينت كان الاوردر بتاعها 2 and k to straight line straight line to x plus 4 plus y plus 1 equal 0 it was root 5. يعني الديستانس كان root 5، هو عايز يعرف الكي بكام. The lens unit زين 1 is the value of k. طبعا الكي ممكن يطلع لها طبعا ايه 2 value لان انت هتشتغل بالماجنتيود هيطلع لك 2 value، فانت عايز احد الحلول يعني ده اشتغل عادي. ازاي؟ خد الديستانس بتاعتك وما تخافش في المساله وحلها. مساله ما فيش فيها حاجه ان شاء الله. عوض كده ال 2 تايمز 2 تبقى 4
بلس كي تبقى واي، هنا كي بلس 1 اوفر سكوير روت 2 باور 2 ايكوال 4، 1 باور 1 ايكوال 1، 4 بلس 1 ايكوال 5، روت 5 تايمز روت 5 ايكوال 5. يبقى هنا 4 بلس 1 ايكوال 5، 5 بلس كي روت ايكوال 5. يبقى انت معاك الكي تبقى بكام؟ هنا يا اما ان الريزلت اللي جوه ده كله هيبقى بزيرو، زيرو يعني ده كله اللي هو كي بلس 5 هنقول ب 5 فتبقى كي بزيرو، او تقول والله ان كي بلس 5 ايكوال نيجاتيف 5 يعني كي تبقى نيجاتيف 5 ماينس 5 يعني كي تبقى نيجاتيف ايه 10. يبقى انت عندك حلين تمام، يا اما زيرو او نيجاتيف 10. شوف بقى مين الموجود في الاختيارات واختاره. طبعا الزيرو مش موجود، النيجاتيف 10 اللي موجوده في الكوتشنت والني اهي، خد نيجاتيف 10 تمام. تعالوا نشوف الكوتشن اللي بعده، كوتشن 21. كوتشن 21 if the distance between two straight lines L1 and L2 equal 3 and C more than 0 زين C equal يعني C more than 0 يعني C لو طلعت بنيجاتيف هنستثنيها يعني ما ناخدهاش خلاص. فانت عندك ال L1 اهي وال L2 عايز تجيب الديستانس. ال L1 يا مستر كانت 3x بلس 4y، دي ال L1 اهي 3x بلس 4y ماينس 12 ايكوال 0، والتانية ال L2 كانت 6x بلس 8y بلس c ايكوال 0. طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بوينت من الاولانيه، هنعوض مكان الاكس ب 0 زي ما احنا قلنا من شويه عشان نجيب بوينت نعوض مكان الاكس ب 0 تبقى سهل عليك يعني. فبتبقى 4y ايكوال 12، نودي 12 الناحيه الثانيه فتبقى الواي ايكوال 3، فالبوينت تبقى 0 و 3. تجيب بقى الديستانس، هو عايز الديستانس ولا هو عايز ايه يا مستر؟ ده هو عايز السي. في سي اصلا مش موجوده هنا. طيب يبقى انت مش هتقدر، قال لك سي في الحل، بسيطه خالص ما تقلقش. الديستانس كان جايبها برضو يا مستر، ده كان جايبها هنا، الديستانس كان جايبها ب 3 تمام. يبقى 3 ايكوال الديستانس اللي انت هتجيبها، تعوض بالبوينت اللي هي 0 مكان الاكس و 3 من تايمز الواي 8 ماشي يا اولاد 0. طيب 6 ب 0 وهنا 3 تايمز 8 24 بلس السي ماشي 24 بلس سي over square root 6 power 2 36 8 power 2 equals 64 تطلع 100، السكوير روت بتاعها ب 10، 10 تايم 3 ب 30 يعني ال 30 تبقى ايكوال 24 بلس سي. عندك يا اما ان ال 24 بلس سي ايكوال 30 او 24 بلس سي ايكوال نيجاتيف 30. هنبعد عن النيجاتيف ده لانه قال لك السي ما ينفعش تطلع بايه بنيجاتيف، يعني السي لزن بزيرو، سي 3 مور ذان زيرو يعني ما ينفعش انت تاخد ايه الازهر بزيرو يا اولاد ماشي. طب كده يبقى 6 هنا تقول 24 بلس 6 ايكوال 30، يبقى دي اللي بتنفع، لكن دي هتبقى نيجاتيف يعني السي تبقى نيجاتيف 30 ماينس 24 تبقى ماينس 54 ماشي. فده مرفوض اندفع يعني مش هينفع تاخدها، بناخد بس ب 6. يبقى اجابتك هتاخد 6 لكوتشن 21. كوتشن 22 عندنا في الشكل المقابل يا مستر في تراينجل وفي ستريت لاين بيرلل تو ذا بيس. طيب بسيطه ان شاء الله، اهم حاجه فاهم معايا بس وانا بشتغل دلوقتي وان شاء الله تبقى سهله. بصوا كده هي الموضوع مش صعب، هو بس ايه بيربط كذا فكره باللسون بتاعنا، بنوسع في الافكار شويه في الحلول، فانت ما تقلقش ان شاء الله تبقى الامور سهله. انت عارف طالما البوينت ايه في الميد بوينت، دي في الميد بوينت اهي، وعندك الدي برضو في الميد بوينت، يبقى انت هتلاحظ ان دول بارلل كلهم بارلل، وهتلاحظ برضو ان الاي دي هتكون ايه هاف السي بي تمام، السيمتري بتكون تراينجل يعني، يعني ال E دي هاف ال C دي، وعندك ال point من أول A لحد D ولا ال O، E O هاف ال A دي، وقال لك إن ال Y equal negative 3 over 4X، وهنا ال equation كانت 3X plus 4Y plus 10 equals 0،
هو عايز the length of the perpendicular drawn from A to the BC. طب يا مستر احنا ما نعرفش الايكويشن بتاعه البي سي، صح؟ انت ما تعرفهاش، لكن انت تعرف حاجه مهمه، تعرف ان الاي اي ده او الاي سماها ال مثلا اي ال دي هاف الاي كي. ليه؟ لان في سيمتري بتقول التتراينجل الصغير ده والتراينجل الكبير. لاحظ ان في كورسبوندنج انجل، انجل دي زي الانجل دي والانجل ديت ايه فيرتيكولار بتوين تو تراينجل. وعندك ايه تاني؟ عندك اللينس ده هاف كله، يعني في سيمتري بتوين تو تراينجل عن طريق تو سايد اند تو انجل اند ايه سايد لايز بتوين ذم. فيبقى في سيمتري بتوين تراينجل، يعني انت لو انت جبت يعني اللينس بتاع اي ال ده تقدر تجيب الاي كي، لان الاي ال هتبقى هاف الاي كي نصها. طب ما انت تقدر تجيب دي بسهوله، ليه؟ لان انت عندك الايكويشن بتاعت الستريت لاين ده، وعندك هنا الايكويشن دي تقدر تطلع منها بوينت او العكس. ممكن تقول لا انا عايز اسقط من هنا لهنا، اريح نفسي في الحل، اجيب هنا بوينت واسقط. البوينت هنا سهله جدا، ليه يا مستر؟ لان بيقول لي واي ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4 اكس، يعني ده باثن ثرو اوريجينال بوينت، لان مفيش فيه كونستانت، يعني الاوردر هنا هيبقى 0 0. لو في بوينت هنا لو عطت مكان الاكس ب 0 يعني هيبقى 0، تبقى سهله جدا. فانا لو احسن لي او اسهل لي ان انا اجيب بوينت من هنا واسقطها لهنا عادي. لو جبت برضو بوينت هنا واسقطتها لهنا وعملت الكون هيطلع برضو نفس الديستنس، ولكن الاسهل لك تاخد دي. انت لاحظت هنا مفيش كونستانت، يبقى الستريت لاين ده هو باثن ثرو الاوريجينال بوينت، تمام؟ فما تيجي تجيب هتسقط من ده لده، خد بالك هتسقط من تحت لفوق كده يا شباب، يعني لما تيجي تعوض معايا ما تسرحش، ماشي؟ هنسميها الديستنس اهي، هي الحته دي اهي، هنسميها الديستنس، هنعوض من الزيرو زيرو في اللي فوق، ماشي؟ طب بنعوض ازاي؟ زيرو هنا تبقى دي بزيرو، وزيرو مكان الواي تبقى دي بزيرو، يبقى الماجنتيود هيتبقى جواها تن بس. اوفر سكوير روت للاول باور 2 اللي انت بتعوض فيه بتجيب باور الاولاني للكوفيشن بتاع الاكس بلس باور كوفيشن بتاع الواي، فتبقى هنا 9 بلس 16، فتبقى 10 اوفر 16 بلس 9 ايكوال ايه 25. ناخد السكوير روت فتبقى 10 اوفر 5، تديك ايه يا حبيبي؟ بتو. شباب تطلع بتو، بس ما تختارش بقى تقول تستعجل، لا هو عايز من ايه لحد السي دي، عايز ده كله، عايز الديستانس ده من اول ال دي. انت جبت من ايه ل ال كان بتو، يبقى من ايه ل كي تبقى 4، لان هي الهاف بتاعتها بس كده، تمام؟ يبقى اجابتك هتاخد 4 لينس يونت بس، تمام؟ ده كويشن 22. كويشن 23. In the given figure you want to find the length of AB. جاب لي فيه هنا انجل 30، هو عايز يجيب اللينس ثرو بوينت A and point B من الايكويشن كان 3x minus 4y plus 8 equal 0، دي الايكويشن اللي فوق، والايكويشن اللي تحت كانت هنا 3x، خد بالك ان هم كانوا بارلل، عايز يجيب بين 3x minus 4y minus 2 equal 0. هو عايز الديستانس ده يا مستر، خد بالك هو عايز الديستانس مين ده؟ اقرا كده معايا. لا مش عايز ده يا مستر، ده هو عايز الاي بي ده. طب نجيب الاي بي ازاي؟ هو قال لك الانجل ده 30، ما انت لما تعمل بيربنديكولار هيبقى عندك تراينجل اللي هو اي ان بي رايت انجل تراينجل، وفي انجل ب 30، واحنا خدنا قبل كده طالما في انجل بتبقى ب 30 يبقى السايد اللي قدامها ده اللينس بتاعه بيبقى هاف لمين؟ للهايبوتنس. ما ده يبقى هايبوتنس، يبقى انت لو انت جبت الاي ان دي جبتها مثلا ب 2 يبقى الاي بي 4، جبتها ب 3 يبقى دي لان دي تبقى هاف الهايبوتنس. طبعا الكلام ده انت عارفينه. طب ليه بقول كده؟ لان احنا نقدر نجيب يا اولاد الاي ان، لكن ما نقدرش نجيب الاي بي. انا ما اعرفش، ما عنديش علاقه يعني نجيب الاي والبي كام، ولكن انا عارف ان انا اقدر اجيب البربنديكولار اللينس بتاعه. طب ما تيجي ناخد بوينت على البي ونسقطها ازاي؟ زي ما احنا قلنا خد الاكس مثلا من 0 هنا، فتبقى عندك الواي ب 2، لان نيجاتيف 4 تايمز 2 نيجاتيف 8 تايمز 8 ب 0، فالواي تبقى ب 2، فيبقى في بوينت 2 0. تقوم جايب بقى الديستانس بتاعتك دي، سميها دي اللي هي الديستانس دي كلها، وتعوض مكان الاكس ب 0 في الكوشن دوت يبقى دي راحت، وال 2 مكان النيجاتيف مكان الواي تبقى نيجاتيف 8 وهي نيجاتيف 2. اهم حاجه الارقام تبقى صح قدامك، عشان ممكن ساعات في ارقام بتبقى ايه مش واضحه في الحل فتلخبط. لا احنا الامور تمام اهي، 3 اكس تاني ماينس 4 واي ماينس 2 كويس، وعوض كده معايا 0 خلاص، وهنا 2 ماينس 4 تبقى ماينس 8 زي ما احنا كتبناها، والنيجاتيف 2. سكوير روت بقى هات الباور دي تبقى 9 والباور بتاع دي تبقى 16، فيبقى هنا 10 لان هيطلع نيجاتيف 10 الماجنتيود بتاعه ب 10.
اوفر 5 بيطلع 2 لينس. ده 2 يا مستر 2 لينس يونت خلاص، فيبقى الاي بي ب 4 لينس يونت، يبقى اللينس ده كله 4 لينس يونت. فهمتوا الكلام كده؟ تمام. طب كوتشن 24 ذا كوشن اوف ذا تو ستريت لاين ويز سلوب نيجاتيف 5 اوفر 12 اند ذا لينس اوف ذا بربنديكولار دروين on it from point 2 and negative 1 equal to this unit is as it give the equation of two straight line whose slope negative 5 and يعني انت عندك الاولاني كان ام الاولانيه كانت negative 5 over 12 تمام، وقال لي perpendicular to drawn from the point 2 and negative 1 equal to unit is. طيب انت عندك البوينت اهيت وعندك الستريت لاين هذا بيربنديكولار. The equation of one of two straight line whose slope negative 5 over 12 and the length of perpendicular drawn from the point اللي هي البوينت كانت 2 ونيجاتيف 1 from the point 2 ونيجاتيف 1 equal كذا، يعني انت عندك الديستانس اللي هنا كان ب 2. ركز الكلام، والايكويشن ده انت عايز تجيب الايكويشن بتاعه عايز تكتبها، يعني عايز تكتب الايكويشن ده اهي، يعني بيقول لك في ايكويشن السلوب بتاعه، افهم الكلام كده، عندك الستريت لاين اهو الايكويشن بتاعته كانت نيجاتيف 5 اوفر 12 تمام، والبوينت اللي هي اسقطنا منها لينس بيربنديكولار كانت 2 نيجاتيف 1، كان اللينس بتاعها 2. طيب ما بسيطه يا اولاد، مش انت عارف يا ابني ان الايكويشن اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال 0؟ طب ايه رايك تخلي السلوب جوه الايكويشن ده؟ مش انت بتجيب السلوب كنت بتجيبه ازاي؟ تقول نيجاتيف كوفيشن اوف اكس اوفر كوفيشن اوف واي. طب ما تحط ال5 هنا اكس وهنا دي تبقى جنب الواي ويسيب السي زي ما هي، ايه رايك؟ ارجع كده تاني، لما انت بتيجي تجيب الايكويشن تجيب السلوب بتاع الايكويشن ده تقول نيجاتيف كوفيشن اوف اكس نيجاتيف 5 اوفر 12 اهو تمام، يبقى ايه المجهول عندك؟ السي. يبقى انت لو عرفت السي يبقى انت كتبت له الايكويشن. فهمتوا الكلام؟ تاني يبقى هو كان جايب لك الديستانس كان ب 2 وقال لك البوينت كانت 2 نيجاتيف 1، وانا عايز الايكويشن بتاعت السيت لاين اللي البوينت اللي هي 2 نيجاتيف 1 لما جينا نجيب الديستانس بيربنديكولار فروم ذا بوينت تو ذا ريت لاين كان ب 2. بسيط، فانت هو جاب لك الستوب بتاعه فانت كونت الايكويشن بس لسه السي. خلاص عوض بقى حد خالص، قول له والله الديستانس اللي هو 2 كانت بتساوي، كنا بنحلها كده يا شباب، ناخد ال 2 نكتبها مكان الاكس تبقى ب 10، وناخد ال 1 نيجاتيف 1 نكتبها مكان الواي تبقى نيجاتيف 12، وننزل السي زي ما هي over square root لل 5 power 2 اللي هي 25 plus 144. كنا بنحلها عادي يا شباب، نقول 2 وهنا 10 minus 12 بنجدف 2 plus c، كل ده جوه الماجنتيود بتاعنا. هنا 169 تبقى 13، square root بتاعها 13، نعمل cross back يبقى هنا 26 equal absolute value ال negative 2 plus c، صح كده؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ والله يا مستر احنا قدامنا تو ايكويشن، يا اما تقول ان 26 ايكوال نيجاتيف 2 بلس سي، او تقول ان نيجاتيف 26 ايكوال نيجاتيف 2 بلس سي. هنعدي ده الناحيه دي يبقى 28 ايكوال سي، ونعدي ده الناحيه دي يبقى نيجاتيف 24 ايكوال سي، صح؟ يعني انت عندك تو ايكويشن، يا اما تقول 5 اكس، بص يا ولاد احنا جبنا السي بنجل 24 والسي 28، هنعوض ونشوف اللي فيهم موجود في الاختيارات مين صح وناخده. ها ماشي عشان ما تلخبطش، السي اهي نجل 24 ادي ايكويشن اتحققت، والايكويشن الثانيه اللي هي 5x بلس 12y بلس 28 ايكوال 0 تمام. شوف بقى ركز معايا وطلع لي الحل. اه هي لتر بي موجود، لكن ها اللي هي 5x وبتاعت 20 ديت اديك نيجاتيف السي ال اللي موجود فيهم اللي هي بي يا ولاد، الاختيار بي هو اللي موجود صح. ها فهمتوا المسألة وفهمتوا الطريقة وازاي نركب المسألة لو هو جاب لي الاسلوب والسي مش موجودة، بس دي الفكرة بتاعت المسألة، يا ريت تذاكرها كويس عشان المسألة مهمة وبتيجي كتير. تعالوا بقى نشوف كده، خلصنا النوع الأولاني من المسائل كلها، كانت مسألة شوز والأفكار كانت متدرجة، ويعني مفيش فيها يعني إيه، الحمد لله هي ماشيه بالتدرج، يعني الافكار كانت ماشيه معانا بالتدرج. المره دي برضه هناخد المستويات العليا بالتفكير، ويا رب نخلصها. دعواتكم كده ان شاء الله ربنا يقدرنا ونخلص المنهج، ربنا ييسر ان شاء الله تمام. الكورس اللي بعده هناخد بقى مستويات عليا بالتفكير يا شباب، ويا رب نخلصها. كورس نمبر 1
A B C D is a square where A 2 and B 3. The equation of B C is 4x plus 3y minus 9 equals 0. Then the area of the square equal. إحنا عارفين area of the square يا إما نقول side times side أو half diagonal times diagonal. هو هنا مش جاب diagonal ده هو جاب side. يبقى أنت لو جبت side هتعمل times itself وتجيب الأريا. هنا A B C D تمام؟ هو عايز يجيب الأريا وقال لك الإيكويشن بتاعة الـ BC ده straight line path through point C and B كانت 4x plus 3y minus 9 equals 0. طيب البوينت الـ A لاحظ إن هي perpendicular لأن ده square يعني h angle is right. The measure of h angle is equal 90 degree. تمام؟ فالبوينت A كانت الاوردر بتاعها 2 and negative 3. تمام؟ فانت هتجيب الديستانس اللي هو AB. هتاخد البوينت تعوض بيها اللي هي 2 وثيرما كان 4 تبقى 8. negative 3 times 3 equal negative 9 minus 9 over square root 4 power 2 equal 16 3 power 2 equal 9. هيطلع هنا 5 وهنا negative 9 وهنا negative 9 بنيجاتيف 18 بلس 8 ايكوال نيجاتيف 10 ابسولوت فاليو بتاعها 10 يبقى 10 اوفر 5 ايكوال 2 لينسيوت. يبقى الاريا بقى هو عايز الاريا يا اولاد يبقى الاريا تطلع ب 4 لان الاريا سايد تايم سايد واحنا طلعنا اللينس اللي عندي كان 2 لينس يونت يبقى الاريا ايكوال 4 سكوير يونت 4 سكوير يونت اوكي يبقى اجابتك بتاعها تختار لتر A B. طيب الكوتشن اللي بعده نمبر 2 A B C is an equilateral triangle which A 2 and negative 1 and the equation of B C is x plus y equal 2 then the length of any side of triangle A B C equals base length unit. عندنا هنا خد بالك ان هو equilateral triangle يعني all sides are equal in length and each measure of angle equals 60 degree. انا عندي التراينجل اللي هنا اسمه A B C هو كان جايب لي الستريت لاين برضه نفس الفكره يا مستر بتاعت البي سي اكس بلس واي ايكوال 2 يعني اكس بلس واي ماينس 2 ايكوال 0 وانا اقدر اجيب يا اولاد البربنديكولار اللي عندي خد بالك ده يكون بايسكت ذا بيس يعني البيس اللي هتبقى قد البيس اللي هنا فاهمين يعني ده بربنديكولار دروينج فروم ذا سايد فروم ذا فيرتكس تو ذا سايد اند بايسكت ذا بيس يعني يا اولاد احنا عايزين نجيب الاريا هو عايز في الاكزامبل ذا سايد اوف تراينجل عايز يجيب السايد مش عايز يجيب عايز يجيب السايد طيب بسيطه عشان تجيب السايد محتاج تجيب برضو ده لما نجيب اللينس اللي عندنا اللي هو بيربنديكولار وليبس كيستي وليبس سيرتي تقدر تجيب ده اللينس يعني تستخدم مقاس تراجيومتريك وتطلع اللينس اللي عندك بسيطه بس اهم حاجه تجيب اللينس ده هو قال لك ان الاي هنا كان الاوردر بتاعها 2 نيجاتيف 1 انت تقدر تجيب بقى الاي الديستانس ده تقول ان الديستانس ايكوال وتعمل الماجنيتود بتاعك كده over square root عوض كده بالبوينت مكان الاكس 2 تبقى 2 تتكتب ها هنا نيجاتيف 1 ماينس 2 over 1 باور 2 وهنا 1 باور 2 يبقى يطلع عندي هنا روت 2 وهنا 2 ماينس 1 او تقول نيجاتيف 2 تروح مع 2 يبقى هنا 1 over root 2 ده الديستانس 1 over root 2 تقدر تحولها تعمل multiply root 2 للنومريتور والدينومريتور يبقى انت عندك root 2 over 2 ده روت 2 اوفر 2 تمام؟ طيب عشان تجيب اللينس ده انت عارف ان ده هايبوتنس بتقول له والله ان التان ولا الساين ده خد الساين ساين 60 ايكوال روت 2 اوفر 2 ديفايدد باي السي اي يبقى السي اي تعالى الساين 60 ايكوال ايه؟ ساين 60 تبقى كام؟ 1 اوفر روت 3 هيبقى ايكوال روت 2 اوفر 2 ملتبلاي سي اي يعني سي اي ايكوال هتقول روت 2 تايمز روت 3 اوفر 2 اللي هي روت 6 اوفر 2 يبقى نختار لتر ايه بي اجابتنا تبقى لتر بي يبقى تاني يا شباب كده عشان اللي مش فاهم عندك بوينت 2 ونيجاتيف 1 وعندك الايكويشن اكس بلس واي ماينس 2 ايكوال 0 ودينا ال 2 الناحيه التانيه بعكس الساين فهمتوا كده؟ فجبنا بقى عوضنا بالبوينت 2 هنا وهنا الاكس الواي بنيجاتيف 1 يبقى 2 ماينس 1 1 1 ماينس 2 ماينس 1 الابسولوت فاليو بتاعها ب 1
اوفر سكوير روت اكس هنا الكوفيشنت بتاعها ب 1 باور 2 تبقى ب 1 والواي هنا الكوفيشنت بتاعها ب 1 باور 2 ب 1 يبقى روت 2 يبقى 1 اوفر روت 2 يعني اللي هي روت 2 اوفر 2 ده الديستانس وانت عارف ان الساين اوبوزيت على الهايبوتنس الاوبوزيت على الهايبوتنس فيبقى روت 2 اوفر 2 اوفر سي اي ايكوالز اي ساين 60 ساين 60 1 اوفر روت 2 1 اوفر روت 3 اهي شايفين كده وهنا عوضنا بس وعملنا كروس يبقى تعمل كروس كده فيبقى سي اي ايكوال روت 2 تايمز روت 3 اوفر 2 اللي هي روت 6 اوفر 2 يبقى اجابتك هتختار ليتر بي كوتشن اللي بعده لانه كان طالب يا اولاد السايد عايز يعرف السايد بكام ماشي لو كان طالب بقى الاريا كنا قلنا هاف تايمز بيس تايمز هايت لو البيس كانت موجوده يعني نطلعها برده لان دي كانت موجوده بيس كيس نطلع دي او تقول ده ايه السيرتي اللي قبلها بيبقى هاف الهايبوتنس وتكمل عادي يعني بعد ما تجيب اللينس السؤال ده تعمله تايمز 2 يبقى انت جبت البيس كلها لان ده بيكون بايسكت البيس وبربنتكلر كوتشن نمبر 3 ذا ايكويشن اوف ذا ستريت لاين هوز ديستانس فروم ذا اوريجينال بوينت original 4 units and makes angle measure 120 which is positive direction of x axis equal. هنعمل مثال كده احنا عايزين نجيب الايكويشن بتاعت الستريت لاين whose distance from the original 4 units and make angle 120 تمام يعني انت عندك الستريت لاين كده كان بيعمل angle 120 هنا وقال لك هنا the distance from the original point and makes an angle of measure 120 degree with positive angle equal space عندك ال straight line كان the distance between the straight line and the original point اللي هي 0 0 was 4 length unit تمام ما احنا عايزين نجيب equation ال straight line اللي عندي اللي هو makes 120 with x axis طيب انت تقدر تعمل ايه تفرض ان الايكويشن هنا ax plus by plus c equals 0 طب انت عندك الانجل موجوده تقدر تجيب التان للانجل اللي عندك دي وتعوضها في الايكويشن والسي تبقى مجهوله عندي وبالتالي السلوب الام ايكوال هو تان 120 اللي هي نيجاتيف روت 3 تقدر تجي في الايكويشن هنا وتكونها هتقول له والله الايكويشن بتاعتي هتبقى روت 3 اكس بلس بي واي الواي هتبقى ب 1 لان انت بتقول نيجاتيف 3 اوفر ناخد النيجاتيف كوفيشن في اكس اوفر كوفيشن اوف واي فتبقى هنا 1 يعني ماشي عشان متلخبط بلس سي ايكوال 0 قلت لي عشان مش فاهم انت هنزل كتبنا الايكويشن كده مش انت اصلا عشان تجيب السلوب بتقول نيجاتيف كوفيشن اوف اكس اوفر كوفيشن اوف واي عشان يديك نيجاتيف روت 3 طيب ما تكتب هنا روت 3 وهنا 1 عشان لما تجيب السلوب يبقى نيجاتيف كوفيشن اوف اكس اللي هي نيجاتيف 3 نيجاتيف روت 3 اوفر مين؟ ال 1 اهي تديك نيجاتيف روت 3 تمام؟ فدي الايكويشن بتاعت الستريت لاين ده وانت عندك الديستانس بتوين اوريجينال بوينت والستريت لاين كانت بفور تقدر بقى تعوض من البوينت دي في الايه؟ الستريت لاين عشان تجيب ايه؟ تجيب السين ناقصه عشان تكون الايكويشن فهمتوا؟ تعالى بقى نجيب الفور اللي هي الديستانس ايكوال نعمل ماجنيتود بتاعتنا كده اها ونعوض ب 0 0 هنا فتبقى دي اتكنسلت ودي اتكنسلت فتبقت سي اوفر سكوير روت هنا روت 3 باور 2 ايكوال 3 وهنا تبقى 1 فيبقى ابسولوت فاليو للسي اوفر 3 بلس 1 4 الروت بتاعها ب 2 يبقى 2 تايمز 4 8 يعني الماجنيتود للسي تطلع بايه؟ ب 8 يعني السي هتبقى يا اما 8 او نيجاتيف 8 السي اللي عندي لها حلين يا اما 8 يا اما نيجاتيف 8 فتبقى الايكويشن روت 3 اكس بلس واي بوزيتيف اور نيجاتيف 8 ايكوال 0 تمام؟ روت 3 بلس روت 3 اكس بلس واي بلس نيجاتيف 8 ايكوال 0 اللي هي الكوتشن او اللي اختار لتر ايه؟ هنختار لتر دي تمام؟ لتر دي تعالوا نشوف الكوتشن اللي بعده يا شباب الكوتشن نمبر 4 ذا انترسكشن بوينت اوف altitudes اوف ذا تراينجل هو سايد كونسايد وذ ذا ثريت لاين اكس ايكوال 0 واي ايكوال 0 x plus y equal 1 is هو عايز ينزل intersection point او altitude طيب دي نجيبها ازاي؟ لاحظ البوينت اللي عندي احنا خدنا معلومه زمان في بريب 3 لو انت عندك right angle triangle
البوينت اللي هي الفيرتكس اللي عندي دي هي اللي بتكون انترسكشن بتوين الايه الالتيتيود، لان انت عندك 1 الالتيتيود اهو اللي هو اللينس الاول، وده اللينس الثاني، ده الالتيتيود الثاني، وده بيكون الالتيتيود الثالث اللي عندنا، كلهم انترسكشن ات ذا فيرتكس. الفيرتكس اللي عندي كانت اوريجينال بوينت اللي هي مستر الرسمه دي يا شباب لو انتوا تفتكروا احنا لما جبنا ايكويشن بالمنظر ده كنا جبها بدلاله التو بارت، البارت الاول والبارت الثاني. اكبر دي شويه كده عشان تبقى فاهم. لو عندك كان كده اهو، فالايكويشن هتبقى بالمنظر ده. ليه؟ لان هو كان جايبها قال لك x equals 0 y equals 0 x plus y equal 1، يعني هنا البارت كان 1 والبارت هنا كان 1. x equals 0 يعني معناها y وهي داش، اما يقول لي x equals 0 دي معناها لسه تراي اللي هو y وداش، وما يقول لي y equals 0 دي معناها الايه؟ الاكس اكس داش. فالستريت لاين اللي عندنا ده اللي هو عامل جزء 1 1 مع الاكس ومع الواي، الاريا بتاعت الترينج ده او كلهم الالتيتيود اللي عندي تصير الالتيتيود انترسكشن انت ايه؟ اوريجينال بوينت اللي هي 0 0 بس، يبقى دي الحل بتاع المساله. فهو اللي ذا انترسكشن بوينت اوف التيتيود اوف ا ترينجل هو سايد كون سايد وذ ذا ثيرد ستريت لاين، بتحدد يعني بالستريت لاين الاكس اكس داش وواي داش، والستريت لاين ده الالتيتيود كلها هتبقى فين؟ في الفيرتكس عندي اللي هي 0 0. فهمت يا شباب؟ يبقى البوينت اللي انترسكتنج اباوت 3 altitude هتبقى فين؟ في الفيرتكس بتاع التراينجل اللي عندي اللي هي الرايت ده. فاجابتك هتبقى 0 0، تختار لتر بي لكوتشن 4. طيب تعال نشوف كوتشن نمبر 5. If the if C is the length of the perpendicular drawing from the original point straight line x plus by equal to C, then B could be equal. عندنا C كانت الdistance between ال point اللي هي كانت 0 0 اللي هي original point يعني شباب to straight line كان x plus by minus 2c equals 0، ودينا 2c بعكس الاشاره يعني في الايكويشن اللي هنا عشان نظبطها. فهو قال لك البي ممكن تكون بكام؟ طيب فانت هتحلها عادي، يعني تعمل ايه؟ تعمل القانون بتاعك. انت عندك سي موجودة عندنا الايكويشن في وان نون، يعني السي ايكوال وتعمل الماجنيتيود بتاعك وتعوض في الايكويشن، هنا 0 هنا 0 هنا نيجاتيف 2c اوفر هنا 1 بلس بي باور 2. تمام؟ طيب ما تقلقش في سي هتروح مع السي دلوقتي، لان انت لما تيجي بالماجنيتيود ده هتبقى 2c اوفر سكوير روت اوف 1 بلس بي باور 2، هنا السي هنا كنسلها مع السي فتبقى 2 ايكوال سكوير روت 1 بلس بي باور 2. طيب يعني معنى كده يا مستر لو احنا عملنا باور 2 للليفت هاند سايد والرايت هاند سايد نقدر نتخلص من السكوير روت. تمام؟ هيبقى عندي هنا 4 ايكوال 1 بلس بي باور 2 يعني 3 ايكوال بي باور 2، يعني البي هتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3. تمام؟ يبقى ال P equal positive or negative root 3، يعني هو قال لك could be equal فهناخد root 3 هي اللي موجودة في الاختيارات، لأن هو يا كذا يا كذا فهناخد root 3 بقى. وصلنا لكوتشن نمبر 6. What is the exit figure if the equation L1 2x قبل الايكويشن بتاعت L1؟ بص معايا كده على الرسمة الموجودة هنا عشان نفهم. بص معايا كده هنا الرسمة دي، عندك هنا ال L1 وعندك هنا ال L2 وعندك هنا ال L3، وقال لك الايكويشن L1 و L2 و L3 ماشي، وعايزين نجيب ذا اريا، وقال لي كمان الاريا للتراينجل اللي هو ABC ABC over area of triangle ADC اللي هو التاني كانت half، يعني الاريا اللي هنا half الاريا اللي هنا. فبيقول لي K اللي هي موجودة في الايكويشن الأولانية ممكن تبقى بكام؟ طيب دي معناها ايه؟ انت هتستغل يعني موضوع ان الاريا 1 واريا 2 الاريا بينهم يعني جايب الريشيو بتوين اريا 1 واريا 2 في المساله بهاف، ان انت تجيب الالتيتيود فروم بي البوينت بي اللي هي موجوده على الستريت لاين ال 3 تو ال 2، وتجيب الالتيتيود فروم بوينت دي تو ال 2، وتقول برضه الاريا 1 على اريا 2 كانت هاف، يبقى الالتيتيود الاول اللي هو انت اسقطته من بي 2 الستريت لاين ال 2 ده هيبقى هاف الالتيتيود الثاني، وتعمل ايكويشن وتختصر. يبقى انت مطلوب منك
تجيب في الاكزامبل. بص معايا هرسمها هنا عشان توضح لكم الامور اكتر. الرسمه كانت عامله كده اهي، سي اس لاين اهو، وهنا الشكل جاب المنظر ده كده يعني الى حد ما كده. نحاول نبسط المساله شويه على قد ما نقدر وانتم تفهموا معايا ان شاء الله. خلاص هو بيقول لك الاريا للترينجل ده اللي هو اي بي سي، الاريا هنا توايس الاريا اللي هنا قدها مرتين. فانت عارف ان الاريا اصلا هاف تايمز بيس تايمز هايت، فده الهايت اهو وده الهايت التاني صح؟ ده الهايت الاولاني وده الهايت التاني. فتلاحظ ان الهايت الاولاني هيبقى هاف الهايت التاني، نصه ده هاف ده. ليه؟ لان الاريا بتقول هاف تايمز بيس تايمز هايت. بص كده يا حبيبي، لو جبت الاريا ادى البيس، الاريا الاولاني للتراجل ده اهو هاف تايمز بيس تايمز هايت تمام؟ والاريا التاني هاف تايمز بيس تايمز هايت، فالهاف تروح مع الهاف والبيس تروح مع البيس، فيبقى الريشيو بتوين الاول والتاني اللي هو هايت 1 وهايت 2. يبقى الاريا الاولانيه الريشيو بينها وبين الاريا التانيه هي نفسها هاي 1 هاي 2. فهو جاب لك الاريا بين هايت 1 بين الاريا بين هايت الاريا بين الترينجل اللي هو التاني ده والاولاني اللي هو كام؟ 1 ده 1 و2 اللي هو اي بي سي كان 1 وده 2. فبرضه الهايت اللي هنا هيبقى هاف الهايت اللي هنا تمام؟ فانت لو جبت الهايت الاولاني وسويته بهاف تاني تقدر تختصر. فالفكره كده ان انت هتجيب الالتيتود ده بكام والالتيتود ده بكام وتدخلهم في الريليشن، ان الريشيو بتوين الهايت 1 هتبقى هاف الهايت 2 يعني 2 اتش 1 ايكوال اتش 2 تمام. يعني لما تجيب الاريا 1 واريا 2 الريشيو بتوين زم، هنا بنقول هاف تايمز بيس تايمز هايت وهاف تايمز بيس هايت، والريشيو اصلا كانت كام الى كام؟ يعني الاريا 1 ايه علاقتها بالاريا 2؟ دي هاف يعني 1 ل 2 1 وهنا ايه 2 كده 1 و 2 يعني الاريا 1 هاف الاريا 2 ده نصها ده نص ده، فيبقى الهايت اللي هنا نص الهايت اللي هنا. فهمتوا؟ يعني الهايت الثاني توايس الهايت الاولاني ماشي؟ طيب تعالى بس نجيب الهايت الاول ونجيب الهايت الثاني وبعدين نطبق ازاي؟ انت عندك الستريت لاين الموجود هنا كان 2x بلس 3y بلس k ايكوال 0 تمام؟ والستريت لاين اللي هنا كان 2x بلس 3y ماينس 1 ايكوال 0، والستريت لاين اللي هنا 2x بلس 3y ماينس 4 ايكوال 0. عايزين نجيب الالتيتيود من هنا لهنا والالتيتيود اللي هنا. بص انت عشان تجيب الالتيتيود تبعد عن الكي، يعني خد بوينت بسيطه خالص وعوض بيها وتخليها يعني ايه واضحه معاك. حاول كده تركز معايا، احنا قلنا من شويه عشان نجيب اللينس ده بناخد بوينت من الاول ونعوضها في التاني. ايه رايك تعال نجيب هايت 1؟ قول هايت 1 كده. انت محتاج بوينت هنا، فعشان نجيب بوينت من هنا نعمل ايه؟ هنعوض مثلا مكان الاكس ب 0 مثلا او الواي ب 0 عشان نجيب الكي، ونعوضها في الايكويشن اللي تحت ونختصر. طب احنا عايزين اللي تحت يعني تبقى هي ايه شكلها، يعني ما يبقاش فيها انون، يبقى انون في النوميريتور بس مع النوميريتور عشان تقدر تختصر تمام. يعني انت مش عايز كي تبقى موجوده في المساله عشان ما تلخبطش تمام. فهناخد بوينت موجوده على الايه على الايكويشن دي، اي بوينت. لما نعوض مثلا مكان الواي ب 0، طيب احنا مش عايزين فريكشن، ممكن مثلا نعوض مكان الواي او الاكس نعوض بنيجاتيف 1 مثلا. لو عوضنا مكان الاكس بنيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 بنيجاتيف 3، تعدي الناحيه الثانيه يبقى 3 ديفايد 3 ب 1. يبقى البوينت اللي موجوده هنا هنقول نيجاتيف 1 1، لان لما نعوض مكان الاكس بنيجاتيف 2 ثاني تبقى نيجاتيف 1 مكان الاكس بنيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 بنيجاتيف 3، يعني تبقى 3 واي ايكوال 3 يعني الواي تبقى ب 1. يبقى انت خدت البوينت وهتعوضها، هتجيب البعد بقى من البوينت دي اللي هي نيجاتيف 1 1 طول الستريت لاين ده عشان تجيب الاتش 1 ماشي. تسقط بقى من البوينت دي هنا. تعالى كده نعوض، نعمل المجنيتو بتاعنا. عوض بقى مكان الاكس نيجاتيف 1 هنا فتبقى نيجاتيف 2 بلس 3 بلس كي اوفر سكوير روت انت بتعوض فيه تبقى 4 بلس 9، يعني هيطلع الريزلت 1 بلس كي اوفر روت 13. تعالى نجيب الاتش 2 اللي هو الهايت التاني، برضه هتعوض بالنقطة دي تسقطها لهنا من نفس البوينت تمام؟ اللي هي نيجاتيف 1
هنعوضها فين في الايكويشن دي؟ الماجنيتود بتاعك عوض يبقى نيجاتيف 2 بلس 3 ماينس 4 اوفر سكوير روت 4 بلس 3 باور 2 اللي هي 9. طلعت عندك 1 ماينس 4 اللي هي نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 برضه نيجاتيف 3 اوفر روت 13. مش احنا قلنا يا شباب ان الهايت 1 ايه العلاقه بينه وبين الهايت 2؟ مين الاكبر؟ هي نفس النسبه، يعني 2 h1 احنا قلناها من فوق اهي 2 h1 equal h2. تعال بقى عوض من h1 و h2 هنا. انت قلت 2 h2 من الفكره الاول، من في تراينجل اهو موجود ستريت لاين، يعني ستريت لاين يعني هو كاتب ال1 تحت هنا وهنا ال2 وهنا ال3، وبيقول لي الاريا about triangle A C A B C to area of triangle A D C equal half. يبقى هنستنتج ان الاريا طالما between triangle A C B to A C D 1 و 2 يبقى الالتيتيود اللي هو مثلا D 1 يبقى half الالتيتيود التاني، لان الاريا الاول تبقى هاف تايمز بيس تايمز هايت، والاريا هنا هاف تايمز بيس تايمز هايت. هنلاحظ نفس البيس لكن هات مختلف، فيطلع لي دي 1 هاف دي 2. فاحنا لو جبنا دي 1 ودي 2 وعوضناه في ريليشن ان دي 1 اللي عندي، خد بالك دي هنخليها دي 1 ماشي، دي ايه دي 2 لان ده ال 1 ال 2 مثلا. فانت عندك الدي بتاع التراينجل اللي عندي ده، دي الاولاني توايس دي الثانيه، فانت هتجيب دي 1 ودي 2 وتعوض هنا في الريليشن. خلاص ليه؟ لانه عايز الكي. طيب انت عندك الوقت تقدر تجيب الديستانس اللي عندك اللي هو دي 2 ازاي؟ هتاخد بوينت على ال 2 وتسقطها على ايه؟ على الستريت لاين. طب لو خدنا بوينت هناخدها ازاي؟ الايكويشن بتاعت ال 2 كانت 2x بلس 3y ماينس 1 ايكوال 0. لو عوضنا مثلا مكان الاكس بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 نيجاتيف 3 توديها الناحيه الثانيه ب 3، 3 ديفايد 3 1، يبقى تاخد البوينت اللي هي نيجاتيف 1 1 وتجيب الايه؟ الالتيتيود اللي هنا اللي هو دي 2. تمام؟ تقول له دي 2 ايكوال، هنعوض بقى من نيجاتيف 1 1 تقول لي الستريت لاين بتاع ال 3 اللي عندي ده اللي هو كان الايكويشن بتاعت ال 3 كان جايبها اللي هي 2x بلس 3y ماينس 4 ايكوال 0. تعوض بالبوينت بقى هنا تبقى تعمل الماجنيتود بتاعك تقول نيجاتيف 2 ونعوض هنا ب 1 تبقى بلس 3 ماينس 4 اوفر سكوير روت 2 باور 2 ايكوال 4 و 3 باور 2 ايكوال ايه 9. فيطلع معاك هنا 1 ماينس 4 نيجاتيف 3 سكوير الماجنيتود بتاعها ب 3 اوفر روت 13. دي عباره عن دي 2. تعالى بقى نجيب دي 1 ده نعوض برضه من البوينت اللي عندي تقول ستريت لاين نسقط، يعني عندك البوينت كانت برضه نفس البوينت يا شباب اللي هي نيجاتيف 1 1، وعندي الايكويشن بتاعت ال L1 كانت 2x بلس 3y بلس k ايكوال 0. نجيب الديستانس ده فروم البوينت ده اللي هنا، وبعدين نقعد في الريليشن بتاعتنا اللي هي قلنا ان d1 توايز d2. تعالوا بقى نجيب المره دي d1. خلاص هنجيب بالاول نقول له الديستانس اللي عندنا اللي هي ديستانس 1، نعمل ماجنيتيود عندي ونعوض بوينت نيجاتيف 1 1 هنا تبقى نيجاتيف 2 بلس 3 بلس k اوفر روت للايه؟ لل 13 اللي هي 2 باور 2 4 بلس 9 ايكوال 13. فيطلع عندي الدي 1 هتبقى ايكوال ماجنيتيود اباوت 1 بلس k اوفر روت 13. تعالى بقى نعوض في الرول، احنا عندنا الدي 1 توايس الدي 2. تمام؟ عندك الدي 1 انت طلعتها اهي. تمام؟ الدي 1 اهي، تمام؟ يبقى 1 بلس k over root 13 equal 2 multiply الدي 2 موجودة اللي هي 3 over root 13 ماشي؟ نختار root 13 مع root 13 نختصرها يبقى يطلع عندك 1 بلس k equal 6، يعني k 1 بلس k هتم اما ب 6 او 1 بلس k تبقى بنيجاتيف 6، يعني k تبقى بايه؟ ب 5 او k تبقى بنيجاتيف ايه؟ 7. فهنختار الحل بتاعنا الموجود اللي هو 5، يبقى كي هتبقى بكام؟
يا اما في حلين، يعني الحل الموجود اللي هو 5 ماشي، حل موجود هو كده. شباب خلصنا المسائل كلها بتاعت الشوز من كتاب المعاصر، اتمنى تكونوا فهمتم. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل شيء الاخير ده يا شباب قبل ما اخلص واقفل اكد عليه تاني عشان انا شرحته بسرعه، ركزوا معايا تاني. انا عندي شباب كان هنا في تو تراينجل بيقول لي الاريا 1 واريا 2 ده توايس، الاريا هنا كانت ضعف ده قدها مرتين، فطالما الاريا توايس الاريا وهما مشتركين في نفس البيس فلازم تكون اريا 1 او الاريا اللي معانا ديت اللي هي التراينجل الكبير ده اللي الريشيو بينها وبين الاريا للتراينجل الثاني تبقى توايس 2 1، فبرضه الاريا طالما اريا 1 واريا 2 او الاريا الكبير للصغير 2 1 يبقى الالتيتيود الكبير توايس الالتيتيود الصغير بس. فاحنا اشتغلنا بالقاعده دي، خدنا بوينت بينهم هنا اللي هي 1 نيجاتيف 1 و2، عوضنا مكان الاكس في الايكويشن بنيجاتيف 1 وطلعنا الواي ب1 وخدنا البوينت دي وجبنا البربنديكولار قد ايه؟ الديستانس قد ايه؟ من البوينت دي للستيت لاين اللي هنا اللي هو ال3. نفس الكلام جبنا الديستانس هنا قد ايه؟ وعوضنا في الريليشن اللي عندي بالدي 1 والدي 2. الدي 1 اهي يا شباب كانت توايس دي 2 وعوضنا واختصرنا طلعت الكي لها حلين، هو عايز احد الحلول هتبقى بايه؟ ب5 اللي هو الاختيار بتاعتنا سي. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.